السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في سيشن جديد من الكورس بتاعنا الخاص بالداتابيز ديزاين. اتكلمنا في السيشن اللي فات عن البرايمري كي وعرفنا البروبرتيز الخاصة بيه اللي هي إن هو لازم يكون يونيك ولازم يكون نيفر تو بي تشينج ولازم يكون نيفر تو بي نال. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن حاجة يعني قلما الناس تتكلم فيها وبالذات في الوسط العربي، السوبر كي والكانديديت كي. سوبر كي والكانديديت كي احنا ما بنشوفهاش فعلا في الداتابيز، لكن احنا بنستخدمها اكتر في الديزايننج بتاع الداتابيز ده، طبعا بالاضافه ان هي اصلا يعتبر من اسئله الانترفيو الشهيره جدا، السوبر كي والكانديديت كي. يعني ايه سوبر كي ويعني ايه كانديديت كي؟ ببساطه كده السوبر كي هو بيقول لي any number of columns that force every row to be unique، ماشي، ده السوبر كي. طب الكانديديت كي قال بقى ايه؟ at least number of columns needed to force every row to be unique. يعني ايه بقى المعنيين دول؟ ماشي، نيجي للاول حاجه السوبر كي، any number of columns that ايه that force every row to be unique، يعني باختصار شديد ان انا بشوف الكولومز ماشي واحتماليه ان الكولوم ده يكون ايه يخلي الرو بتاعي يونيك، معنى كده ان انا ممكن استخدمه بعد كده ان هو ايه يكون برايمري كي. فانا بدور جوه التيبل بتاعي او جوه الرو بتاعي عن الكولومز اللي هي ممكن تكون يونيك وتخلي الرو بتاعي ده يونيك. الكانديديت كي نفس الكلام، بس مش بقول بقى اني نمبر اوف كولومز، لا انا عاوز كولوم واحد او اتنين كولوم اللي هو فيه احتماليه كبيرة ان هم يكون برايمري كي. واللي فهمناه دلوقتي ان السوبر كي والكانديديت كي احنا بنستعملهم عشان نطلع منهم برايمري كي. فاحنا لما بنيجي نعمل اناليسيس عشان نطلع للتيبل ده مثلا برايمري كي، طبعا بعيدا عن ان احنا بنستخدم مثلا الاي دي، انا عاوز اطلع ناتشرال كي بقى من الايه من الداتابيز بتاعي او من التيبل بتاعي اخليه هو ايه برايمري كي بتاعي. فانا بعمل ايه احتماليه ايه الكولومز اللي جوه بحيث ان انا ايه استخدم كولوم منها ان هي تكون البرايمري كي بتاعي. طب نشوف الكلام ده على ايه، على مثال. طبعا عندنا المثال بتاعنا الشهير جدا واللي بنستخدمه على طول اللي هو ايه تيبل يوزر. لو انا مثلا عندي ويب سايت ولا حاجه وعندي ايه ناس بتعمل لوجن عليه، تمام، فانا عندي مثلا الكولومز بتاعتي اللي هي مثلا اليوزر نيم والايميل والفيرست نيم واللاست نيم والبيرث دي، تمام، انا بحط فيها values زي ما احنا شايفين كده. فاحنا لو قلنا مثلا احنا عاوزين نشوف موضوع الايه السوبر كي، فاحنا بنقول احتمالية اي عدد من الايه من الكولومز علشان ناخد منها ايه برايمري كي. فطبعا لما نيجي نتكلم على السوبر كي فنلاقي موضوع لا ده هياخد منها احتمالات كتيرة جدا، وانا كده ايه هدور يعني هفضل اعد في احتماليات كتيره، اليوزر نيم لوحده والايميل لوحده والفيرست نيم لوحده واللاست نيم لوحده والبيرث ديت لوحده، وبعدين اجمع مثلا حاجه اليوزر نيم والايميل اليوزر نيم والفيرست نيم وهكذا. دي كلها احتماليات ان نمبر اوف كولومز، يعني اي عدد بقى، تمام، فانا هفضل ادور فيه. فده مع ده السوبر كي. طب انا ممكن اختصر على نفس المسافه واستخدم اللي هو الايه كانديديت كي، وللعلم برضو ان الكانديديت كي ده هو نوع من انواع السوبر كي. فانا بشوف احتماليه يعني اكبر كولوم او اكتر كولوم احتماليه ان هو يكون برايمري كي واخده، وليكن مثلا حاجه زي اليوزر نيم. طبعا انا عندي في الموقع بتاعي مثلا اي موقع، طبعا ده بيرجع في الاول والاخير للاناليسز اللي بتعمله الايه للحاجه اللي انت بتعملها. يعني مثلا في مواقع ما بتشترط ان الايميل يكون مختلف، في مواقع لا، وفي مواقع ما بتحتاجش اصلا الايميل، في مواقع بالنسبه ليها اليوزر نيم لازم يكون ايه واحد، في مواقع لا ما بتستخدمش اصلا يوزر نيم، بتستخدم ايه اتنين ايه اتنين كلهم مع بعض وهكذا. فده طبعا يرجع للاناليسيس بتاعة الايه الحاجه اللي انت هتشتغل فيها. انا مثلا هنا في المثال ده بقول ان اليوزر نيم ده لازم يكون يونيك، تمام، يعني اي حد يجي يدخل او يسجل جديد على السيستم بتاعي او على الويب سايت بتاعي لازم الايه احط يوزر نيم مختلف عن التاني. فهلاقي ان اكبر احتماليه ان هو ايه اليوزر نيم ده يكون ايه كانديد كي. فانا بقول ايه ان اول حاجه عندي كانديد كي 1، اول مثلا يوزر نيم، ماشي، هبص على الايه على الكولوم التاني
هل الكولوم التاني ده حسب الاناليسيس بتاعتي مثلا برضو نفس الكلام، هل الكولوم التاني ده هيحقق لي ان انا مثلا هيحقق لي ان انا ممكن اخد منه ان هو يكون كانديد كي، ان انا ممكن ارشحه بعد كده ان هو يكون برايمري كي اه ولا لا، حسب برضو الاناليسيس بتاعي. هل انا عامل ان الايميل ده لازم يكون يونيك وش دوبليكيت مثلا، بشوف برضو حسب الاناليسيس لو هو فعلا زي ما انا بقول كده ان هو لازم يكون يونيك، فانا ممكن اخده ان هو ده ايه كانديديت كي برضو، فاخده مثلا ده الكانديديت كي بالنسبه لي اللي ممكن اخده على التيبل ده ان هو كانديديت كي رقم 2. طب اخد الفيرست نيم، طبعا اكتر من يوزر ليهم، احنا عندنا مثلا في الوطن العربي هنلاقي يعني تلت ارباع الناس اسمهم محمد، فمش هينفع مثلا ايه اخد الفيرست نيم ان هو ايه لوحده كده مثلا ان هو كانديديت كي. هاجي على اللاست نيم مثلا نفس الكلام، يعني برضه هلاقي تلت ارباع الناس عندي في الوطن العربي اسمهم محمد، فهلاقي ايه لا الفيرست نيم واللاست نيم ما ينفعش. بيرث ديت، هل بيرث ديت برضه هينفع؟ لا برضه ممكن ناس كتير تتولد في يوم واحد. طب ماشي، ينفع ناخد التلاتة مع بعض؟ اه ينفع، في احتمالية كبيرة ان التلاتة يكون مثلا ايه يكون كانديديت كي، ممكن يكون ده استخدمه كايه كبرايمري كي، ما فيهاش مشكلة برضو نجرب. يعني هو طبعا احتمالية، انا بتكلم في احتمالات دلوقتي، بعد مثلا ايه كانديديت كي رقم تلاتة ان عندي الفيرست نيم زائد اللاست نيم زائد الايه بيرث ديت، ده كلها مثلا ايه دي كلها احتمالات ان هي تكون برايمري كي. عرفنا يعني ايه سوبر كي وعرفنا يعني ايه الكانديديت كي. طيب احنا هنستفاد منهم ايه في ايه دلوقتي؟ هنستفاد ان احنا نطلع منهم البرايمري كي، فهنيجي نطبق بقى على الكانديديت كي بتاعنا ده الشروط اللي احنا قلناها قبل كده بتاعت البرايمري كي، ان هو لازم يكون يونيك، اكتبهم برضو معانا هنا، لازم يكون يونيك ولازم نيفر تو بي تشينج ونيفر to be null. دي التلات شروط الأساسية اللي على أساس هنختار من الايه من التلاتة كانديديت كي دول الايه البرايمري كي بتاعي. تمام ماشي، نيجي على أول واحد مثلا كده وليكن اللي هو الايه اليوزر نيم. اليوزر نيم ده هنسأل السؤال الأولاني، هل اليوزر نيم ده يونيك؟ تمام اه هنلاقي اه لازم يكون يونيك في الاناليسيس بتاعي، لازم يكون يونيك. تمام ماشي، نيفر تو بي تشينج، هل اليوزر نيم ينفع يتغير؟ طبعا لا ما ينفعش يتغير، طبعا ده هيرجع للاناليسيس بتاعي ما ينفعش يتغير. طب ينفع يكون نل؟ لا ما ينفعش. يبقى انا عندي كده كل الشروط بتنطبق على الكانديديت كي الاولاني اللي هو ممكن كده ايه اختاره ان هو يكون برايمري كي. طيب نبص على الايه على الاوبشن الثاني الايميل، الايميل ده يونيك اه، انا بقول مثلا في الاناليسيس بتاعي يونيك لازم يكون يونيك. طيب نيفر تو بي تشينج، لا انا عندي ممكن يكون ممكن اخلي اليوزر يغيره لو انا عاوز اعمل لو عاوز يعمل ابديت للايميل بتاعه، ففي احتماليه اه او لا ان هو ايه يتغير. طيب نيفر تو بي نال، هل ان انا سامح ان الايميل بتاعي يكون نل؟ لا انا مش سامح مثلا الايميل بتاعي يكون نل، ففي اه في ممكن احتماليه وليكن 75% ان ده ان يكون برايمري كي في حاله ان هو ايه مش هيتغير، فاحنا ممكن نقول ايه هناخده كده ايه تحت الطلب زي ما بيقولوا، يعني ايه تحت الطلب يعني ممكن استخدمه ممكن لا. طيب ماشي، الايه الكانديديت كي رقم 3 اللي هم ايه التلاتة مع بعض الفيرست نيم واللاست نيم والبيرث ديت، هل التلاتة مع بعض ممكن يكون يونيك؟ لا فيها احتمالية، ممكن يكون ايه واحد مولود في نفس اليوم وليه نفس الاسم الفيرست نيم واللاست نيم، فده ايه لا احتماليته قليلة شوية او احتماليته يعني كتير ان هي تحصل ان هو ما يكونش يونيك. طب نيفر تو بي تشينج، هل هو ممكن يكون يعني إيه حط مثلا ان هو يتشنج عادة ممكن اغيره؟ بتهيألي لا، يعني واحد خلاص اسمه والبرسيد بتاعه يعني مش هيتغير، هيغير في البرسيد بتاعه ايه. تمام بس هو يعني في احتمالية يعني واحد من الف ان هو مثلا يبقى فيه غلطة في الاسم ولا حاجة ويتتصلح. تمام ف
فاحنا ممكن يعني في احتمالية ان هو ايه يتشينج ويحصل فيهم تغيير. طب نيفر تو بي نال، اه ممكن وهو داخل الموقع انا مش مدير مش عامل ريستريكت عليه ان هو او ان هو لازم يدخل بيرث ديت، ممكن يدخله ممكن لا. فممكن اه يعني اه ممكن يكون في جزء نال، ممكن جزء منه ممكن نال كده. ايه انا كده في الاحتمالية ان هو يكون هو البرايمري كي هتبقى صعبة شوية، فاحنا ايه ممكن ايه ما ناخدش التالت ده ونخليه برايمري كي. يبقى انا عندي خلاص انا هختار كده بقى ايه اللي هو ايه الاساسي عندي اليوزر نيم، اختاره برايمري كي. طيب انا اخترت ده برايمري كي. طب التاني اللي هو فيه تشيك كده احنا بنسميه بقى في الداتابيز حاجة اسمها ايه الترنيت كي، اللي هو ايه يعني بديل للبرايمري كي ممكن يستخدم بس هو ايه الترنيت. تمام، يبقى ده اللي هو ايه ده المفهوم الثالث اللي عاوزك تعرفه ان هو الترنيت كي اللي احنا ممكن تسمع عنه كتير. هو يعتبر ايه كانديت كي، وكان ممكن يكون برايمري كي بس ايه نوت سيلكتد يعني انا ما اخترتوش. فده الايه ده المفهوم الثاني اللي بعد البرايمري كي. الترنت كي ده ممكن ليه استخدامات كويسه جدا ممكن ايه نستفاد منه لو احنا بنعمل عاوزين نعمل ايه ديزاين كويس للداتابيز بتاعتي. ممكن اعمل اندكس على الالترنت كي ده، اشوف اكتر الترنت كي موجود يعني ايه قريب جدا من البرايمري كي ممكن اعمل عليه ايه اندكس. والاندكس طبعا احنا اتكلمنا عنه ايه قبل كده، وان شاء الله هنتكلم بالتفصيل على الاندكس ايه بانواعه في السيشنز اللي جايه باذن الله تعالى. ممكن اعمل عليه اندكس وده طبعا هيديني بيرفورمانس كويس جدا للايه الداتابيز او السيرش في الداتابيز بتاعتي. ده كده بالنسبه للايه كانديديت كي والسوبر كي والبرايمري كي واختيار البرايمري كي من او الناتشرال كولمز الموجوده عندي بعيدا عن الايه الاي دي والترنيت كي اللي انا ايه المفهوم الجديد اللي احنا طلعناه واستخداماته، وان انا ممكن اعمل ايه اندكس يوفر لي او يوفر لي طبعا في الوقت في السيرش ويخلي الريتريف والسيرش والسيرش احسن في الداتابيز بتاعتي على التيبل اللي انا ايه بشتغل عليه ده. كده نكون خلصنا السيشن ده، وان شاء الله نشوفكم في سيشن جديد باذن الله تعالى. وإلى أن نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.